مسك ختام هذه النخبة العربية النيرة من الضيوف الفنانة الفلسطينية التي استمتعنا بأغانيها في مستهل هذا الحفل، الفنانة الشابة دلال أبو آمنة. التحية لدلال أبو آمنة، لهذه الفنانة مشاركات عديدة في المهرجانات العربية والعالمية، وقامت بتمثيل فلسطين في أوبريت أرض الأنبياء وأوبريت نداء الحرية، وهي المغنية الرئيسية في الأوركسترا العالمية ميستو. إلى جانب الفن تحضر دلال ما شاء الله تبارك الله أطروحة في الدكتوراه في علوم الدماغ والأعصاب بإحدى كليات الطب بمدينة حيفا المحتلة. يعني الله محظوظين للأطباء في مجالهم. أهلا وسهلا فيك أستاذة. ألف مبروك.